ورجعنا لكم بعد الاستراحة ووصلنا للفقرة الطبية. كتير مننا أو معظمنا بيبقى سايبين نفسنا للأكل والعادات الصحية سيئة، ونفضل نتخن ونتخن ومش واخدين بالنا غير لما يحصل لنا مشكلة صحية لا قدر الله، أو نلاقي نفسنا مش لاقيين مقاساتنا في اللبس. إيه ده؟ نتخض، انا عايزه اخس بسرعه ومش قبل الحقيقه شكلي كده خالص. اللي عايز بقى يخس 20 كيلو في الشهر، واللي عايزه تسال يا جماعه انا عايزه اخس 10 كيلو، انا عندي الاسبوع الجاي مناسبه. حاجات كلها بنسمعها ودي حقيقه بنسمعها فعلا وبنشوفه، لكن هل ده صح؟ ده اللي هنعرفه من ضيفتي اللي مشرفاني منوراني النهارده، الدكتور مي عبد اللطيف، أخصائية التغذية العلاجية وعلاج السمنة من الفريق الطبي لشركة اون تارجت فارما. منوراني يا دكتور مي. ده نورك. عاملة إيه؟ الحمد لله تمام. إيه الموضوع ده حقيقي على فكرة وبنشوفه كتير، وخصوصا مع العرايس اللي بيبقى عندهم مناسبات أو فرحها مثلا بعد شهر، وممكن تنسى حبيبتي نفسها في التجهيزات والحاجات وفجأة تكتشف إنها إيه ده، أنا عايزة أخس فورا. أيوة عايزة أخس والوقت بسرعة. فعلا بيحصل الحالات دي بتشوفوها؟ أو أكيد طبعا. احكينا عنها شوية دكتور مي، قول لنا يعني بيبقى أسبابهم طبعا ساعات بتبقى أسباب يعني مش مقنعة بس بيحصل. أكيد بيحصل كتير جدا، يعني احنا تعرضنا لحالات كتير جدا بتبقى واحدة مقبلة على الجواز، وطبعا زي ما حضرتك قلتي بتنسى نفسها بقى في فترة التجهيزات، وبتقول خلاص أنا هاكل وهبدأ أظبط نفسي مثلا آخر شهر. تيجي تلاقي نفسها إن الشهر خلاص فاضل منه أسبوعين وفرحها قرب وهي عايزة تبدأ تخس بسرعه جدا. طبعا احنا بنعرف نتعامل معاهم، بس احنا اهم حاجه ان احنا ننشر ثقافه ان احنا لازم نخس ونغير اللايف ستايل بتاعتنا ونغير تفكيرنا. يعني صح. ايه يعني؟ ناكل كل اللي احنا نفسنا فيه بس بطريقه صحيه اكتر، نقلل كل الحاجات او نمنع الحاجات المضره، طبعا الحاجات المصنعه، السكر، الزيوت، الحاجات دي كلها. فاحنا هدفنا في شركه اون تارجت فارما كدكاتره تغذيه ان احنا بننشر الثقافه ديت عشان الناس لما تيجي تبدا دايت، احنا مش عايزين نسمي كلمه دايت، يعني احنا عايزين دي تبقى زي اللايف ستايل معايا، هو ده طريقه حياتي، انا ما غيرتش حاجه في الروتين بتاعي. صح. بناكل كل اللي احنا نفسنا فيه، بنظبط الكميات، بنخليها بشكل صحي اكتر. ودي مشكلتنا فعلا يا دكتور، او مشكله أكيد. معظمنا بالظبط. معظمنا ان احنا كمان عندنا فكره دايت، يعني انا هحرم نفسي، همنع الاكل، هاكل بقى كله المسلوق من غير ملح، اكل ملوش طعم. فطبعا كلنا بنبعد عن الفكره، او زي ما مثلا حضرتك قلتي لو في مناسبه بضطر بقى ان انا ااجل الدايت ده قبل المناسبه، ان انا بقى خلاص همنع نفسي واحرم نفسي عشان اخس بسرعه. وده طبعا غلط. احنا في ناس بتخس بس ساعتها مش هتخس دهون اصلا، هتخس عضلات. يعني ده هيبقى ضرر بقى على النوعيه دي من طريقه النزول في الوزن. اكيد طبعا. طب قولي لنا اضرارها ايه بقى يا دكتور مي؟ الحرمان او ان انا ما اديش جسمي القيم الغذائيه الفيتامينز والمينرالز اللي هو محتاجها، طبعا هخس العضلات بتاعتي. العضلات او الكتله العضليه دي هي البنيان بتاع جسمي، هي اللي بتزود المناعه، هي اللي بتخلي جسمي يطلع الهرمونات المسؤوله عن الحرق، هي اللي بتنظم كل الميكانيزم بتاع جسمي. فلو انا خسيت عضلات، اولا شكل جسمي هيبقى وحش، هخسر مناعتي هتقل جدا، طبعا صحتي هتبقى وحشه، فكله سواء بقى على الصحه او على الشكل، انا الاثنين خسرتهم. حتى لو في شهر، لو وقت قليل مش كبير قوي يا دكتور مي، برضه بننزل صح؟ اكيد. يعني الفيتامينز بتتاثر وجسمنا بيتاثر وكله. لو احنا ما خسيناش بشكل صحي، او ان انا اتبعت مع دكتور تغذيه عشان انا لازم ابقى فاهمه كل جسم هو ايه اللي محتاجه، ايه الفيتامينز اللي هو محتاجه عشان اقدر ادعمه في النظام الغذائي. أيوة. ما انا ايه وظيفتي كدكتور التغذيه، او انا ليه بعمل نظام غذائي مع الكورس اللي احنا بنرشحه من كورسات الاناسيليوم، ان انا بعمل عمليه بالانس، ان انا بعوض الجسم بالفيتامينز اللي هو محتاجه من النظام الغذائي وكمان من الكورس، وبشوف المشكله الجسم اللي قدامي، هل حاله السمنه دي شراهه للحلويات والنشويات، هل هو ما بيقدرش يتحكم. يعني في ناس تقول عمل عندنا جولنا قالوا لنا يا دكتور انا مش جعان، بس طول ما بلاقي الاكل قدامي انا غصبا عني همدي ايدي واكل، وممكن اكمل في الطبق من كتر ما هو الاكل عاجبني، مش هوقف نفسي. في ناس ما بتعرفش تعمل عمليه اللي هي الستوب بتاعت اللي هو انا شبعت، لازم اوقف دلوقتي، وممكن يبقى شبعان اصلا ويكمل اكل برضو. دي بتبقى مشاكل عندنا احنا لازم طبعا بنتدخل بيها بكورس الاناسيليوم عشان نقلل الشراهه. برضو المشكله دي حصلت ليه الشراهه؟ لان انا عندي المعده طبعا بتبقى مثلا سيده حجمها، انا بدخل لها اكل بتفضل تتمدد تتمدد لحد ما بتكبر، حجمها بيكبر، فبالتالي خلاص هو ما بقاش فاهم الجسم امتى يوقف الاكل، هو عايز طول الوقت عايز اكل عشان يملا المعده والجزء ده. ساعتها احنا بنعمل ايه بقى؟ بندخل بكورس الاناسيليوم. الاناسيليوم دي عباره عن قشور بذور السيليوم، دي الياف طبيعيه جدا، نفس طبعا
اللي احنا بناخدها من الخضار والفاكهه، بس طبعا عندنا في الكورس بتبقى بنسبه مركزه اكتر عشان تحسسني بالشبع لمده اكبر. بتعمل ايه؟ انا بحطها، هي بتبقى زي باودر كده في اكياس صغيره. أيوة. بحطها على نص كوبايه ميه. طعمها ايه ده؟ اناناس. حلو. يعني كاني بشرب عصير اناناس. كويس. عشان كده الاطفال، احنا طبعا عندنا حالات سمنه اطفال قدرنا ان احنا نتعامل معاهم، بيشربوا الاناناسيليم كانه بيشرب عصير، ان طعمه بيبقى حلو، الاطفال مقبول بيبقوا وحلو حابينه ليهم. جدا. كويس. بنشربه وساعتها بتعمل ايه؟ ايه فكره الالياف؟ هشرب لازم بعديها كوبايتين ميه. اوكي. هتفضل تعمل بولكينج، تنفش في المعده عشان تديني اعلى امتلاء للمعده. ما انا المعده عندي اتمددت من كتر العادات السيئه والاكل الغلط اللي انا بدخله لها، فمعدتي اصلا اوريدي بقى حجمها كبير، فبتخليني على طول جعانه. فالاناسيليم بتنزل تنفش عشان تحسسني بالشبع من غير ما اكل بقى كتير. وبيتبقى لي اخر ربع مثلا. اخر ربع ده اللي احنا بنبدا بقى نظبطه مع العملاء بتوعنا بالنظام الغذائي، فهو بقى حاسس بالشبع، حس يعني ان بتحاولوا تدوله في الربع ده الحاجات الاكل الكويسه، الاكل القيم بالظبط اللي اللي غيره كله بقى. بقى فيتامينات، كله حاجات جسمه بيبقى محتاجها عشان احنا نخس بشكل صحي، وفي نفس الوقت بزود الجسم بفيتامينات ومعادن هو اصلا ما كانتش موجوده عنده بسبب السمنه. كويس قوي. طيب قولي لنا بقى حاجه دلوقتي. الناس اللي بتنزل وزنها سريع وبتيجي تقول لكم انا زدت تاني، بتعملوا ايه معاها بقى في استخدام الكرسي الاناسيليم؟ يعني بيقدر يفيدهم هنا في ايه بقى؟ ان احنا بنزود الجرعه وبنبدا نعمل معاهم زي الداي بلان، بتبقى عامله ان احنا نثبت الوزن، يعني هم زادوا في الوزن ان احنا نقلل الوزن ده تاني، نزود هرمونات الحرق عندهم عشان نخس بسرعه، وفي نفس الوقت لازم نثبت. ما هو انا اللي ايه الفكره ان كنت لسه بقى الحاله هقول لك بترجع؟ فكرته بقى ايه بعد بقى ما بيوصلوا للوزن يا دكتور. بنثبت لازم، يعني اساس الدايت انا زي ما قلت لك بسهل جدا ان انا اخس، صح. سواء ان انا هخس دهون او عضلات. طبعا عضلات ده غلط، الدهون لو انا تابعت مع دكتور مختص فاهم في حد التغذيه، فاهم، صح. فانا خسيت وصلت للهدف بتاعي. ساعتها دلوقتي اهم بقى من مرحله الخسسان دي كلها هي مرحله التثبيت، ان انا بثبت بنظام غذائي مع ان انا برضو بثبت بالكورس. الكورس ده مثلا سي احنا كنا بناخد الاناسيليم 3 مرات في اليوم، احنا بنبدا مثلا نقلله كده بالتدريج الجرعات لحد احنا ايه الهدف من الاناسيليم؟ ان احنا نرجع المعده تاني لحجمها الطبيعي بعد ما هي اتمددت من كتر الاكل الكتير الغلط، بترجع تاني لحجمها، فخلاص الجسم اتعود ان هو من نفسه بيقلل الكميات. فساعتها الاناسيليم هيفضل مكمل معانا. هنفضل برضو مثلا زي سكر سيسل لازم بندخله، ده بيبقى خلاص ده بقى حاجه في الروتين اليومي بتاعنا في حياتنا كلها. اوكي. ان ده طبعا دي طبعا بعض الناس اللي تبقى يومها في عدد معالق سكر كتير قوي. بالظبط. فالسكر ده هو بيبقى اكياس، برضو السكر الواحد بيبقى فيه ما يعادل معلقتين سكر، السكر تحليه الابيض. يعني كتحليه. بس اوكي. طبعا ملوش اي سعرات حراريه، ما بيرفعش السكر في الدم، فانا امن جدا ان انا اخده. وده كويس. بقى بمشي عليه على طول، ده بقى سواء بقى ممكن اعمل بيه كيكس، اعمل بيه مشروبات، عصاير، استخدمه في كل الحمد لله حاجه. عملنا بيه حاجات كويسه. حضرتك قلتي لي حلو، اهم حاجه الطعم، ان هو ما بيغيرش طعم طبعا الحاجه. ده مهم جدا، او يمرر في دي اهم المشروبات كمان حاجه بيبان. اكيد. فاحنا مثلا السكر ده بقى في الروتين بتاعنا لازم في فتره التثبيت، عشان انا ممكن برضه اثبت وابدا ارجع بقى تاني للسكر الابيض اللي هو كله مشاكل، يبقى انا كده ما عملتش حاجه. ففتره التثبيت دي مع الكورس بتاعنا دي اهم حاجه، ان خلاص انا كده بفهم جسمي هو بقى ماشي على ايه، عودته واديته ثقافه اللي هي اللايف ستايل الجديده ان انت بتاعتي. هتمشي على النظام ده بالظبط. وانا برضو مستمر على الاناسيليم. تمام. كويس. بس ممكن بقى بنغير الجرعات، يعني مثلا في ناس بتفرق نديها بقى. كورسات مكثفه، كويس. لا خلاص احنا وصلنا للتارجت بتاعنا هنبدا نقلل الجرعات كويس. بالراحه. ودي بقى اللي احنا بنفضل ماشيين عليها بقى مع فتره المتابعه. طيب حلو قوي. طيب نسال بقى سؤال ده للناس كده عشان حاجه تفيدنا. ماشي اتفضل. الناس اللي بتفقد نسبه فيتامينز اثناء الدايت بيبقوا هم مش حاسين ده الاول، بعدين بيبداوا يحسوا، ما يحصلهم بقى حاله الهمدان ايوه والخمول والتعب والشحوب بيبان والحاجات على دي، البشره. بيبقى خلاص وقع منهم فيتامينز، نعوضهم ازاي بقى يا دكتور مي؟ طبعا كورس الاناسيليم فيه فيتامين سي 50%، ده طبعا نسبه هايله جدا. احنا كنا واحنا بنعمل البرودكتس بتاعتنا عايزين ان احنا ندعم الجهاز، يعني اجهزه الجسم بتاعتي بالفيتامينز اللي هو محتاجها عشان ان انا اخس، ان انا طول ما انا جسمي من جوه وصحتي كويسه ده هينعكس على شكلي على من شكلي. بره. ففي فيتامين سي ده طبعا مهم جدا للمناعه، مهم جدا، بيحفز من انتاج الكولاجين، فبلاقي بشرتي صافيه مشدوده شكلها حلو، فيها مينرالز مهمه جدا زي المغنيسيوم والبوتاسيوم، دي مهمين جدا للناس اللي بتعاني من مشكله الامساك او عندها مشاكل في القولون نتيجه الاكل الغلط او الدايت الغلط اللي هم كانوا ماشيين عليه الاول. فاحنا كنا مهتمين جدا ان كل الكورس بتاع
بتاعتنا اي منتج فيهم يبقى فيه نسبه فيتامينز كويسه تعوض الانيميا. مثلا لو في ناس حصل لها مثلا نقص حديد، ناس مثلا عندها نقص فيتامين د، مفيش حرق عندهم برضو عندنا زي السلاك. الناس اللي عندهم مشاكل بقى في الحرق بيبقى بياخدوا ايه بقى؟ بياخدوا مثلا السلاك ده فيه الكرانتين. الكرانتين دي من اكتر المواد اللي بترفع حرق الدهون بنسبه عاليه جدا جدا في الجسم، ما شاء الله. وهي كمان ماده امنه، عشان في ناس مثلا بتبقى رابطه الكرانتين بان هو مثلا حاجه كيميكلز ممكن اجيبها من بره. لا، الكرانتين ده اصلا انا جسمي بيصنعه. فدي حاجه طبيعيه، بس انا بزود النسبه شويه عشان ادي جسمي الدفعه ان هو يزود نسبه حرق للدهون اكتر. كويس. في برده كمان في كروميوم. الكروميوم ده برده من الحاجات الممتازه جدا اللي بتحرق الدهون. دي للناس برده اللي عندها زي مثلا مشاكل خمول الغده الدرقيه او مثلا نقص فيتامين دي. لو حد عنده نقص فيتامين دي تقريبا بيبقى الحرق عنده متوقف، مفيش حرق اصلا. فاحنا لازم ساعتها بنديله السلاك، لان دي كلها حاجات بتلعب على ان هي بتزود حرق الدهون. هو بيدعم اكيد بفيتامين دي، صح كده؟ نتيجه التحليل لما بتشوفوه. بالظبط. احنا طبعا التحاليل دي كلها بنبقى طالبينها منهم، ومعظمها بيبقوا عاملينها، فبنبقى خلاص عرفنا ايه المشكله، ايه الفيتامينز اللي الجسم محتاجها، هنزودها بالنظام الغذائي مع الكورس. وكمان ايه المشاكل اللي موجوده، اسباب السمنه اللي مثلا، هل شراهه، هل حد مش عارف يعمل كنترول، فبنزود له طبعا، بندعمه الكورس، بيبقى كورس اساسي معانا عشان نحل المشكله اللي هي ادت للسمنه. فاحنا كده يعني زودنا الجسم فيتامينات، بقت صحتنا اتحسنت. برضو الاناسيليوم في ماده اسمها البروبالين، دي بتقلل نسبه السكر في الدم. كويس. فهو امن جدا لاصحاب مرض السكر، وبرضو اصحاب مرض الضغط او القلب، لان هي كمان في ماده بتقلل الكوليسترول. فاحنا كنا عايزين معظم، يعني مش كل اصحاب الامراض المزمنه، ضغط، سكر، خمول غده، اي مشاكل، تبقى احنا يعني تبقى عاملين كورس مكثف ليهم يعالج المشاكل دي. ادينا الجسم الفيتامينز، خليناه يخس بشكل صحي، صحتنا بقت حلوه، فبالتالي انعكس على شكلنا وبقت صحتنا حلوه وجسمنا مشدود، ويعني خسينا بشكل حلو. طب قولي لنا طرق التواصل برضو عشان لو لسه حد منضم لينا يا دكتور ماي، قولي لنا طرق التواصل معاكم للشركه اون تارجت فارم. عن طريق الارقام اللي ظاهره على الشاشه، واتساب او مكالمات، والاوفيشال بيجز بتاعتنا اون تارجت فارما على الفيسبوك، والاوفيشال بيج بتاع الدكتور نهال حافظ. ايوه. والاوفيشال بيجز بتاعتنا على الانستجرام اون تارجت فارما على الانستجرام، والاوفيشال بيج بتاع الدكتور نهال حافظ على الانستجرام برضو. طيب عايزين نتكلم بقى شويه عن الاكلات والمشروبات. الاكلات والمشروبات اللي احنا ممكن بتساعدنا على نزول الوزن. احنا عندنا ثقافه كده في الحياه، اشرب قرفه، اشرب قرفه بالجنزبيل، اشرب الحاجات دي بقى كلها، هل فعلا حقيقيه ولا احنا ممكن بتدعمه بحاجات يعني؟ لان برضو الجنزبيل والقرفه دول لمرضى الضغط بيبقى وحش، وللمعده برضو كتر، وللمعده ممكن ناس اصحاب القرحه يتعبهم. فاحنا عايزين بقى حاجه تعمل بالانس كده، توازن في الموضوع. اكيد. عندنا مثلا الجرين كوفي. الجرين كوفي عندنا بطعم الموكا واللاتيه، لان في ناس كتير قوي ما بتبقاش حابه طعم الجرين كوفي. فايه الجرين كوفي دوت بتعمل، ان في برضو ناس فاكره الجرين كوفي نفس القهوه ان هي بترفع الضغط جدا، فهو ممنوع للي عندهم ضغط او مشاكل في القلب. لا طبعا، شتان بين الجرين كوفي وبين القهوه العاديه. لان القهوه الجرين كوفي فيها ماده اسمها كلوروجينيك اسيد، الماده دي بتحافظ لي على نسبه السكر في الدم، بتقلله، وبتقلل كمان من افراز الانسولين. فطول ما الاثنين دول الانسولين والسكر قليلين، ده بيحول جسمي ان هو يحرق كميه كبيره جدا من الدهون. كويس. فده كده انا اديت مشروب سخن دافي طعمه حلو جدا، هيظبط لي السكر، فهو كويس لاصحاب مرض السكر، للي عندهم ضغط، بيزود لي الحرق بشكل هايل، ملوش اي تاثير على ضغط الدم، يعني مش بيرفع عندي سكر الدم ولا اي حاجه. فدي من المشروبات السخنه الحلوه اللي عندنا، برضو العملاء اللي جربوها بيحبوها جدا وبيكرروها كل كورس ان هم ياخدوا الجرين كوفي. بالظبط. طب احنا معانا تليفون يا شباب، معانا فاطمه. فاطمه. ايوه. اهلا بحضرتك، اتفضلي. فندم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته فندم، اتفضلي. انا يعني تجربتي اللي انا بقولها عن الاناسيليوم ده، يعني انا ده اختراع والله. طب حضرتك احكي لنا كده، عرفتيه وجبتيه وجات لك يعني الجرأة ان انت تطلبيه، وهل جربتي قبل كده انك تعملي يعني تاخدي كورسات ثانيه؟ اوكي. كتير. طب اوكي، اتفضلي. وحاولت ان انا كمان احجز عند الدكتور سمنه، بس الحمد لله ان ربنا وفقني ان انا شفت الاعلان بتاع الانسولين. الحمد لله. طب احكي لنا حضرتك بقى معاه، اول ما بداتي وتواصلتي معاهم كشركه اون تارجت فارما، ايه بقى بعد ما اخذتي الكورس؟ بعد يعني التجربه من الاول،
ايوه كان السن 18 سنه والوزن 90 والطول 157 وزن زايد، وكان اكثر من 30 كيلو. أيوة. عندي ايوه كان عندي ميزان اليوم يعني انزل شويه واطلع اكثر، انزل شويه واطلع اكثر. لا عارفه البس ولا عارفه، والحجم بيدي اكثر من السن. فاهمه، وكان مشكله في اللبس، مشكله في كل حاجه. حضرتك بقى لما اخدتي الكورس وبداتي عليه ايه بقى التغيير وحسيتيه من امتى؟ اتفضلي. بقالي شهر. نزلتي قد ايه؟ 10 كيلو. ما شاء الله. وانا بحب اشكر دكتوره هاله بصراحه. طيب دكتورة مي، عايز اسالي استاذه فاطمه. دكتوره مي برضو هم الخير والبركه. الله يخليكي، ازيك يا فاطمه، عامله ايه؟ الحمد لله حبيبتي. الحمد لله. ممكن تقولي لي ايه بقى كورس الانسيليم، بتاخدي ايه، الدكتور رشحت لك ايه بالظبط؟ اخذت الكورس الاولاني، اخذت انا لسه ما ابتديتش في الكورس الثاني الا النهارده. تمام. ايه بقى اخذتي ايه؟ الكورس الاولاني اخذت المورينجا الصبح مع السكر البديل السكر. والبرشام اسمه كبسولات الانسيليم. كبسولات الانسيليم. لكن النهارده الكورس عباره عن الانسيليم البودر الالياف والبرشام زيت حاجه زي كده. يعني انت كده بداتي في الكورس الثاني صح؟ الكورس الثاني. تمام. طب حلو. طب انت ايه احساسك بالشبع؟ يعني احكي لنا كده، ايه المشكله اللي كانت عندك اصلا اللي ادت للسمنه؟ لا، المشكله كان الحلو كتير يا روحي، تحب الحلويات بالليل كتير والحاجات المقليه ياما. طب وبعد ما خدتي الكورس بقى ايه حسي، احكي لنا كده احساسك ايه بقى؟ عم بقول لك ان النظام اللي انا ماشيه عليه انا ما بقدرش اكمل الكورس. كويس. بتقعدي تقريبا كام ساعه بقى؟ انا عايزه اعرف، قولي كام ساعه بتحسي بالشبع، مهم قوي ده. لا هقول لك، يعني انا تعتبر وجبه العشاء دي ملغيه، ما بحسش اني جعانه. تمام. وجبه الفطار هي الانسان بس بضايه ثمرة فاكهه حاجات بسيطه، اي حته جبنه حاجات بسيطه كده يعني. وهي وجبه الغداء انت شويه سلطه، حاجه من اللحوم كده بس. حلو قوي. وحضرتك مستمره هتكملي ان شاء الله؟ ان شاء الله طبعا. ان شاء الله يا فندم، بنشكرك جدا على مداخلتك، وشكرا على يعني حضرتك شاركتينا تجربتك في الانسيليم. انا بحب كمان اشكر الدكتوره نهال حافظ. شكرا لحضرتك يا فندم، تسلمي، شكرا جزيلا، نورتينا وشرفتينا. طبعا هو الوقت بيعدي واحنا عايزين نقول طرق التواصل تاني عشان اصدقائنا، فمن فضلك قولي لنا ازاي يقدروا يتواصلوا معاكم يا دكتور معي. تمام. عن طريق الارقام اللي ظاهره على الشاشه، مكالمات او واتساب يقدروا يبعتوا لنا، هيلاقوا استماره اونلاين كويس فيها شويه اسئله كده بيجاوبوا عليها عشان نقدر نفهم ايه المشكله اللي عند كل حاله. والاوفيشال بيجز بتاعتنا اون تارجت فارما على الفيسبوك، والاوفيشال بيج بتاع الدكتور نهال حافظ ايوه، وعلى الانستجرام الاوفيشال بيجز بتاعتنا اون تارجت فارما على الانستجرام، والاوفيشال بيج بتاع الدكتور نهال حافظ. هايل جدا. طبعا الموضوع مهم، واحنا اتفقنا ان احنا هيبقى لينا موضوعات اخرى. كل اصدقائنا اللي بعتوا لنا احنا كتبنا كل الحاجات اللي حضراتكم حابين نتكلم عنها ان شاء الله، ودكتور مي تبقى مشاركانا فيها طبعا. واسمحوا لي طبعا اشكر ضيفتي اللي شرفتني ونورتني، دكتور مي عبد اللطيف، اخصائيه التغذيه العلاجيه وعلاج السمنه من الفريق الطبي لشركه اون تارجت فارما. نورتيني وشرفتيني يا دكتور مي. شكرا. واسمحوا لي طبعا اشكر حضراتكم كل متابعيني الكرام من خلال شاشه قناه الاهلي، تحيه وحب وتغذيه لحضراتكم، واتمنى من الله ولا يكتر على الله اشوفكم على الف خير وصحه وسلامه وسعاده، والسلام عليكم.